نظرك هل الفرن يلعب في نجاح الحلويات خاصة الكوكيز؟ صحيح. نوع الفرن؟ شوف الكوكيز هو طبقة أو حالة حساس جداً، يعني إذا ما اتبعنا بالخطوات وبالمعلومات المهمة مستحيل ينجح معاكم، راح يطلع قاسي. طبعاً برضو مهمة ثانية، المقادير لازم تكون بالجرامات، يعني لازم يكون عندنا ميزان. إذا ما توفر ما في مشكلة بالأكواب المعيارية، بس أفضل، بس الأفضل جميع الحلويات بغض النظر عن الكوكيز، أفضل حاجة أن نوزن المواد حقنا بالميزان، يعطيك بالجرام بالملي. صح، هذا سر لنجاح أي حلا. صح، أتفق معك. وأكيد التكنيك وكيف أنا أخلطه وكيف أنا أهتم بدرجة الحرارة وأرجع وعيد وأقول وزيد، أفضل فرن لنجاح الحلويات والمخبوزات فرن الكهربائي. الكهربائي خاصة المروحة. المروحة نفس الكلام للمعجنات برضو ترى. إيه، حتى هو المخبوزات نفس الشيء.